اعتبر انتظام تصحيح معلومة استلم إن شاء الله. الوزراء يستقطع منهم 1% منذ تطبيق القانون، حيث أن الوزير يعتبر موظف حكومي ينطبق عليه الأمر، فيستقطع منه 1%. النواب والشورى وضع آخر، وضع دستوري وقانوني آخر، لا يسلمون رواتب شهرية، إنما يسلمون مكافآت، وهذه تقدر تعتبرها كعملية مؤقتة في فترة الفصول التشريعية. فلمس الأمشاء. شكرا.